رحيم طلاب الصف السادس 70 فرع تطبيق الحياة. محاضرتي لهذا اليوم راح يكون الجزء الاخير من موضوع ايجاد قيم اكس واي. عندي هنا ملاحظه، انتبهوا لي على الملاحظه. عندما يذكر في السؤال المقدارين مترافقان، يعني انت من تسمع هاي الكلمه مترافقان، نقوم بوضع علامه يساوي بين المقدارين مع تغيير اشاره الجزء التخيل لاحد الطرفين. ينطيك مقدارين، يذكر لك بالسؤال كلمه مترافقان، من يذكر لك هاي الكلمه تخلي المقدارين وتخلي بيناتهم يساوي وتغير الجزء التخيلي لاحد الطرفين. مثال رقم 9 وصلنا وياكم. اذا كان x ناقصا yi على 5 على 1 زائد 5i و 3 ناقصا 2i على i. هنا انتبه لي، قال لك مترافقان، انتبه لي على هاي الكلمة. قال لك هنا مترافقان، جت قيمة x y الحقيقيتين. جت قيمة ايش؟ x y الحقيقيتين. إذا من يقول لك مترافقان تجيب المقدار، مقدارين. هنا راح تجيب x ناقصا y i على 5 زائد على 1 زائد 5i، راح تخلي بيناتهم يساوي هنا عندي 3 ناقصا 2i على اشقد؟ على i. تريد تغير اما اشارات هذا الطرف او تغير اشارات هذا الطرف، بس لا تنسى من تغير تغير البسط والمقام. فايش راح يصير عندي؟ هذا سالب راح يصير موجب، هذا موجب راح يصير ايش؟ راح يصير سالب. فهسه راح تبدي بالحل، تطلع ايش؟ قيمة x و y. هذا الطرف هسه عوفه مثل ما هو، يعني هنايا راح تقول x زائد y i 1 ناقصا 5 i يساوي، هنا عندي بسط ومقام راح اضرب في المرافق، فراح يصير عندي 3 ناقصا 2 i على i مضروبة في ايش؟ في سالب i، وهنا سالب i. هذا الطرف يبقى ثابت، x زائد y i على 1 ناقصا 5 i يساوي لنا. راح اجي اضرب في المرافق، هنا انتبهوا وياي، i في سالب i تريد تكتبها 1 تربيع او تريد تكتبها سالب i تربيع، هم ماكو مشكله، صار معلوم. فهذا من راح تكتبه بهذه الصورة، من تكتبه بهذه الصورة سالب اي تربيع، راح توخر الاي تربيع وتغير الإشارة ما قبله، فراح يصير عندك ايش؟ راح يصير عندك واحد، راح يصير عندك ايش؟ هنا رأسا تكتبه واحد. ثلاثة في سالب اي راح ينطيني سالب ثلاثة اي، سالب في سالب ينطيني موجب 2i، في i راح ينطيني 2i تربيع، اشيل الi تربيع وغير اشاره ما قبله، فراح يصير عندي ايش؟ ناقصا 2، صار هنا عندي ناقصا 2. هسه هنا ايش راح تسوي؟ راح تقول طرفين في وسطين، ايش راح تقول؟ طرفين في وسطين، يعني هنايا x زائد y i x زائد y i يساوي لنا، يساوي لنا ايش؟ راح اضرب هذا في هذا. انتبه هنا سالب 3 i ناقصا 2، هذا راح ارتبه، يعني بس مجرد راح اجيب الحقيقي اللي قدام، فراح يصير عندك سالب 2 ناقصا 3 i مضروبه في ايش؟ في 1 ناقصا 5 i. هسه x كم لنا ياكم؟ x زائد y i يساوي لنا، عندي هنايا ايش عندي؟ عندي عدد مركب في عدد مركب، راح اضرب الاول في الاول، سالب 2 في 1 راح يعطيني سالب 2، سالب 2 في سالب 5i، سالب في السالب راح يعطيني موجب،
واثنين في خمسة اي راح يعطيني موجب عشرة اي. موجب عشرة اي سالب ثلاثة اي في واحد راح يعطيني سالب ثلاثة اي. سالب ثلاثة اي في سالب خمسة اي سالب في السالب موجب. ثلاثة اي في خمسة اي راح ينطينا 15 اي تربيع، يعني راح يطلع لي الناتج مال هذول يطلع لي موجب 15 اي تربيع. الاي تربيع راح اشيله، اذا الموجب راح يصير سالب 15. اكس زائدا واي اي يساوي سالب 2 بسالب 15 راح ينطيني ايش؟ سالب 17 موجب 10 اي بسالب 3 اي. اشارات مختلفة، اخذ اشارة الكبير واقول 10 ناقصا 3 راح يعطيني ايش؟ راح يعطيني 7 اي. هنا راح اقول حقيقي يساوي لنا حقيقي وتخيلي يساوي لنا تخيلي. الحقيقي بهذا الطرف عندي هو اكس وهنا عندي سالب 17، اذا اكس يساوي لنا سالب 17 وعندنا الواي راح يساوي لنا ايش؟ الواي يساوي لنا 7. كملوا وياكم مثال رقم 10. جبت قيم اكس وواي ينتمون الى ار. اذا علمت ان 6 على اكس زائد واي اي و 3 زائد اي على 2 ناقصا اي مترافقان، اذا من تسمع بهاي الكلمه كلمة مترافقان تجيب المقدارين وتخلي بيناتهم يساوي، فراح يصير عندي 6 على x زائدا y i يساوي 3 زائدا i على 2 ناقصا i. هنا نتخلي بيناتهم يساوي تغير اما جزء التخيلي مال هذا الطرف او جزء التخيلي مال هذا الطرف وانت بكيفك. صار معلوم؟ احنا راح نغير هذا. هذا سالب راح يصير موجب وهنا عندي موجب راح يصير ايش؟ يصير سالب. فراح هسه تجي هنا تبدي بالحل. هذا الطرف عوفه، يعني هنا راح تقول 6 على اكس زائد واي اي يساوي هنا عندي بسط مقام راح اضرب في ايش؟ راح اضرب في المرافق 3 ناقصا اي على 2 زائدا اي مضروبه في 2 ناقصا اي على 2 ناقصا اي. 6 على اكس زائدا واي اي يساوي لنا اضرب البسط والبسط والمقام في المقام هذول مترافقان راح يصير عندي مربع الاول 2 تربيع زائد المربع الثاني 1 تربيع. 3 في 2 راح ينطيني ايش؟ ينطيني 6. 3 في سالب اي راح ينطيني سالب 3 اي. سالب اي في 2 راح ينطيني سالب 2 اي. سالب اي في سالب اي سالب في السالب راح يعطيني موجب، اي في اي راح يعطيني اي تربيع، الاي تربيع يعني ايش؟ راح يعطيني سالب 1. 6 على اكس زائد واي اي يساوي لنا 2 تربيع يعطيني 4 زائد 1 تربيع 1 من اجمعهم راح يعطيني 5. 6 ناقص 1 الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، 6 ناقص 1 راح ينطيني ايش؟ ينطيني 5. ناقصا ايش؟ سالب 3 اي بسالب 2 اي راح ينطيني ايش؟ ينطيني سالب 5 اي. ينطيني ايش؟ سالب 5 اي. هسه انا راح اقول 6
X زائد Y I يساوي لنا هنا راح أجي أقسم ووزع أقول 5 تقسيم 5 راح ينطيني 1 ناقصا 5 I تقسيم 5 يعني ده بنفس الوقت الطلاب هم ده أوزع وهم ده أقسم نفس الله فالسالب أنزله 5 I تقسيم 5 راح ينطيني إيش ينطيني فقط I هسه هنا إيش راح تسوي هنا راح تقول طرفين في وسطين يعني راح تضرب هذا في هذا وتضرب هذا في هذا مثل المثال قبله فايش راح يصير عندك راح يصير عندك x زائد y i مضروبة في ايش مضروبة في واحد ناقصا i يساوي لنا ايش يساوي لنا 6 يساوي لنا ايش يساوي لنا 6 فايش راح تقول راح تقول x زائد y i يساوي لنا بعيد على قريب فراح يصير عندنا 6 على ايش 1 ناقصا i x زائد y i يساوي لنا ايش 6 على 1 ناقصا i هسه هنا بس مقام ظرف المرافق هنا راح يصير عندك x زائد y i يساوي لنا 6 في ايش في 6 على 1 ناقصا i اضرب في المرافق راح يصير عندي 1 زائد i ب 1 زائد i اذا x زائد y i يساوي مربع الاول جد راح ينطينا راح ينطينا 1 تربيع زائد المربع الثاني كذلك 1 تربيع معامل i 1 تربيع اجي اضرب 6 في 1 راح ينطيني 6 زائد 6 في i راح ينطيني ايش 6 i x زائد y i يساوي لنا 6 زائد 6 i على 1 تربيع هو 1 زائد 1 تربيع 1 راح ينطيني ايش ينطيني 2 ف x زائد y i يساوي لنا راح اوزع واقسم 6 تقسيم 2 راح ينطيني ايش 3 زائد نوزع هسه تخيلي على ايش على المقام 6 i تقسيم 2 راح ينطيني ايش 3 i فهنا ايش راح يصير عندي حقيقي يساوي حقيقي تخيلي يساوي تخيلي اذا الاكس راح يساوي لنا 3 والواي يساوي لنا ايش كذلك يساوي لنا 3 بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف السادس العلمي فرعي التطبيق والاحيائي ان شاء الله بعد ما نخلص كل موضوع راح اخلي لكم مجموعه اسئله وزاريه الاسئله الوزاريه تختبر نفسك انت الموضوع مفتهمه لو بعد عندك باشكال إذا شفت نفسك بديت تحل وعندك مشكلة ارجع للموضوع ارجع حاول شوف المحاضرات السابقة بعدين ارجع للوزارية إذا كان عندك مثلا خطوة عندك بها مشكلة الأسئلة الوزارية إن شاء الله راح أنزلها في قناتي على التليجرام اسم القناة الأستاذ عباس أحمد تروح للتليجرام تنزل الأسئلة الوزارية ويحلولها هناك إن شاء الله موجودة تنزلها يمك إذا وقفت بخطوة روح للأسئلة الوزارية بعد ما كملنا موضوع إيجاد قيم X و Y أنا أخلي لك ثلاث أسئلة وزارية تختبر بها نفسك 2016 الدور الثاني جد قيمتي X و Y ينتمون إلى R إذا علمت أن X زائد 2I مضروبة في X ناقصا I يساوي لنا 121 زائد 9Y تربيع على 11 زائد 3Y I فانت هنا راح اعطيك الفكره شلون تبدي بالحل هنا عندي عدد مركب في عدد مركب راح تجي هنا تضرب العددين وتصفي هذا الطرف قول يساوي عندك هنا 121 زائد 9 واي تربيع هذول مجموع مربعين حتى تحوله الى فرق بين مربعين راح تخلي هنا اي تربيع وتحلله ويختصر ويا المقام وتصفي هذا الطرف وبعدين بعد ما تصفي هذا الطرف وتصفي هذا الطرف تقول حقيقي يساوي حقيقي
تخيلي يساوي تخيلي قيمة x تطلع لك زائد ناقص 3 وقيمة y تطلع لك زائد ناقص 1. 2018 الدور الأول جد قيمتي x و y ينتمون إلى r أو نقول عليهم الحقيقيتان أو الحقيقتين. إذا علمت أن x ناقصا y i على x تربيع زائدا y تربيع يساوي لنا 1 على 1 زائد x i مضروبة في 3 زائد i. حتى تبدي بحل هذا السؤال تصفي هذا الطرف وتصفي هذا الطرف، حتى تصفي هذا الطرف هنا عندك مجموع مربعين، حتى يصير فرق بين مربعين راح تخلي هنا i تربيع، بعد ما تخلي i تربيع تحلله ويختصر ويا البسط. هذا الطرف راح عندك هنا عدد المركبين راح تضربهم، بعد ما تضربهم راح تجي تضرب في ايش؟ تضرب في المرافق. تصفي هذا الطرف تصفي هذا الطرف، راح تقول حقيقي يساوي حقيقي، تخيلي يساوي تخيلي، قيمة x تطلع لك 3 على 2، قيمة y تطلع لك 11 على 2. 2017 الدور الثاني، إذا كان العددان منطقة هنا العددان 5 زائد i على 2 ناقص i، وهنا منطيك x زائد yi على 3 زائد 4i مركبان مترافقان. وين ما تشوف هاي الكلمة خلي جوا خط جد وجد قيمتي x و y ينتمون إلى r. إذا من قال لك مترافقان راح تجيب العددين شو تسوي؟ تخلي بيناتهم يساوي، يعني راح تقول x زائد yi على r على 3 زائد 4i راح تقول هنا يساوي 5 زائد i على 2 ناقص i. بعد ما جبت العددين وخليت بيناتهم يساوي تجي تغير اشارات احد طرفي العددين، يعني اما تغير هذا الطرف اشاره الجزء التخيلي اما لهذا الطرف او اشاره الجزء التخيلي لهذا الطرف. بس لا تنسى اكو طلاب وين يغلط؟ من يجي يغير يغير فقط لا اما البسط او المقام، لا تغير البسط والمقام. فانت هسه هنا يا حر تغير هذا الطرف او تغير هذا الطرف. راح نغير هذا الطرف، هذا السالب راح يصير موجب وهذا الموجب راح يصير ايش؟ يصير سالب. بعد ما غيرت اشارات الجزء التخيلي لحد الطرف راح تبدي بالحل. هنا تضرب في مرافق مشابه هذا السؤال الى مثال رقم 9 ومثال رقم 10، تبدي بالتبسيط. قيمة x تطلع لك 11 وقيمة y راح تطلع لك ايش؟ تطلع لك 3. شايفين؟